صباح الخير على كل متابعينا، جبت لكم جرين بلازا. شوفوا كده الدنيا راحت لفين واتفرجوا على جرين بلازا 2024. بصوا انا لسه داخله يا دوب كده ركننا، هو زي ما هو بيتزا هات كي اف سي. بصوا يعني ما فيش ماكدونالدز، فتح فرع هنا جديد. تمام، ستاربكس عمل قعده لذيذه. انا بقالي على فكره كتير قوي ما جيتش، يعني انا نفسي بقالي فتره. ريد روز كافيه، تمام، هو حلو قوي كمان في الشتاء، يعني الناس اللي بتحب تيجي بقى في الشتاء يكون رائع. تمام كده احنا داخلين من البوابة التانية، هو عبارة عن دورين. بعض المحلات هنا عبد الرحمن، دي فاكتو فاتح هنا. تمام اوريكم بقى المكان بتاع دي فاكتو. طبعا في مدخل هنا، في انترنس للمكان، وفي بقى انا باخد لكم بس من بره بعدين ندخل بقى نشوف مع بعض. فتح فرع عنده نيو كوليكشن لذيذ قوي، الدرسات دي حلوه. عامل سيل يا جماعه، عامل سيل. تمام ده الباركينج، هو ما تغيرش، محلات بتتغير، يعني بتقفل محلات وبتفتح محلات. تمام السلالم بقى اللي هنطلع عليها. تمام فندق الهيلتون، ده هيلتون جرين بلازا. تمام الناس طالعه اهي. في بقى السينما ومدينه الالعاب وكارفور، نروح مع بعض بقى. ده الجزء بقى اللي فيه كارفور. تمام هو في كافيهات حلوة قوي في الصيف لناس كتير، يعني الناس اللي بتحب خروجة هادية. تمام في يعني كمية محلات حلوة قوي، هو راقي بصراحة في سموحة، فراقي جدا. تمام كده جبت لكم الاريا دي، كملوا بقى من جوه جرين بلازا نفسه. لقيت العربة الشقية دي بتبيع لوليتا، اللوليتا بعشرين جنيه، رجعتني الأيام زمان لما كنا بنجيب دولسي لوليتا. فكرتها لطيفة قوي، هي عبارة عن لوليتا طبيعية معمولة من الفواكه الطبيعية، وده شكل العربية كان لذيذ قوي بالنسبة لي، شكلها شقي جدا. جنب كافيه في المدخل عند السينما، وده شكل السينما.
لو بتحجزوا الافلام التيكت طبعا دلوقتي زادت شويه، في هنا سلم بنطلع منه للدور التاني، في محلات احذيه وشنط، لكن انا ما طلعتش لسه، انا خدت لكم بس الجوله كده من تحت، حاولت افرجكم. موا عامل عروض، وفي محل تاني بتاع الشنط برضو ده عامل جيت وان باي وان جيت وان فري، يعني عروض لطيفة كده. هو لسه الاوكازيون رسمي ما بدأش. موا بعشق لبسه بقى لانه بجد حاجة يعني إليجانت.